الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، وعلى آله وصحابته وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، نكمل القراءة مع تعليق خفيف من كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن سعد بن سعيد الأزدي الأندلسي الشهير بأبي جمرة رحمه الله، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قرأنا بالأمس أول حديث في هذا الكتاب، وهو حديث بدء الوحي، وله تعليقات على هذا الحديث شرحا، فذكر في الشرح أوجه الوجه الأول والثاني، ووقفنا على الوجه الثالث عند قولها، والحديث مروي عن السيدة عائشة، فبيقول عند قولها يعني قول السيدة عائشة: ثم حبب إليه الخلاء. فيه دليل على أن الهداية منة ربانية. شوف، حببه يعني مش هو اللي حب، ده ربنا اللي حببه، مش كده برضه؟ وربك يقول إيه: وزينه في قلوبكم، مش كده برضه؟ يعني هو الحكاية: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادق. فهي المسألة كلها من الله بفضل الله وتوفيق الله، والمسألة دي مهمة. عارف، لو ما كانش بفضل الله وتوفيق الله كنا تكبرنا، وكل واحد يوفق في عمل يقول أنا، لكن لما جاءت منا فكانت المنة من الله، زي ما تقول تطعيم ضد الكبر، عشان ما حدش يوفق في عمل يقول أنا اللي عملت، لا، ده يقول ده ربنا، ربنا اللي وفقني. يوم يفضل باستمرار، لأن الإنسان ده أصله الإنسان يميل للكبر والغرور، لأنه في سر رباني وسر عبودية، يعني في سر ربانية لأنه هو أثر صفات الله، ففي الربانية عايز يقول أنا ربكم الأعلى، هو عايز يقول كده، لو سبته هيفلت ويقول أنا ربكم الأعلى، زي ما فلت فرعون وقال ليه؟ لأنه تحقق بالربانية دون العبودية، اللي هي سر الأسماء اللي فيه. فطبيعة الإنسان كده، ولكن لابد أن الإنسان يتذكر أنه ما زال عبدا، وأن ما فيه من خير ما هو إلا تجلي من الله لا من ذاته، بل هو من الله. فلما يجي يغلط ويفتكر ان التجلي الخير اللي فيه ده نابع من ذاته، يقول انا ربكم، لكن لما يفتكر باستمرار انه من الله يفتقر الى رب، ويقول وما توفيقي الا بالله عليه توكلت اليه انيب. فدي نقطه هامه، وعلشان كده بيقول لك حبب اليه الخلاء. استنتج من كلمه حبب دي ان الهدايه منه ربانيه، لا بسبب من بشر ولا غيره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبل على هذا الخير ابتداء من غير أن يكون معه من يحرضه على ذلك. والخلوة كناية عن انفراد الإنسان بنفسه، فحبب إليه عليه الصلاة والسلام أصل العبادة في شريعته وعمدتها، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: الخلوة عبادة. فالخلوة نفسها عبادة، مش الرسول بيقول: وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك؟ يسعك بيتك يعني اختل، لما تجد الفتن منتشرة اعمل ايه؟ وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ما تقولش بقى لما تلاقي الفتن هلك الناس هلك الناس وتقعد، طب ما انت حاول تفر بقى بنفسك، اقعد بقى وليسعك بيتك. قال: الخلوة عبادة. فالخلوة نفسها عبادة، فإن زيد عليها شيء من الطاعات فيها فهو التحنث. يبقى الخلوة نفسها عبادة، والتحنث انه يتعبد عبادات في اثناء الخلوة، يعني الخلوة بذاتها كده انه يقعد في حتة كده يخلو نفسه، دي عبادة. اذا فعل في اثناء هذه الخلوة عبادات يبقى سماها تحنثة. فالتحنث هو معنى التعبد، فان زيد عليها يعني على الخلوة شيء من الطاعات فهو التحنث. والتحنث يعني ترك الحنث، الحنث اللي هو ايه؟ اللي هو مخالفة العهد، مش كده؟
وانت العهد الاولي اللي قلت اللي رب خده عليك ايه؟ الست بربكم. مش كده؟ مش ربنا خد عليك هذا العهد الست بربكم يعني تعبده؟ فقلت بلى. فيبقى لما تيجي تتحنث يعني تترك مخالفه هذا العهد فتفعل بمقتضاه. ربك قال لك ايه؟ اوفوا بالعقود. واول عقد العقد الذي بينك وبين ربك انك عبدا له، ان تعبده وان ترى انه سبحانه وتعالى هو الذي من عليك بذلك كله. وعلشان كده التحنث هو ترك الحنس، مش كده برضه؟ ومعنى التحنث التعبد، فهو نور على نور، نور الخلوة اللي هي طاعة في ذاتها على نور التحنث وهي طاعة زائدة، أدي معنى فهو نور على نور، يعني طاعة فوق طاعة. الوجه الرابع قولها فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. التحنث قد تقدم الكلام عليه، وبقي هنا سؤال وارد، وهو أن يقال لما اختص عليه الصلاة والسلام بغار حراء وكان يخلو فيه ويتحنث به دون غيره من المواضع، ولم يبدله في طول تحنثه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قعد سنوات كثيرة قبل بعثته يختار الغار ده وما يغيروش دونا عن سائر الأماكن في مكة. لماذا؟ الجواب أن ذلك الغار له فضل زائد على غيره من قبل أن من فيه يكون منزويا مجموعا لتحنثه، وهو مبصر بيت ربه والنظر إلى بيت عباده. فكان له اجتماع ثلاث عبادات وهي الخلوة والتحنث والنظر إلى البيت، وجمع هذه الثلاث أولى من الاقتصار على بعضها دون بعض. شفت الجمال؟ غار حراء لو تطلع وتزوره ان شاء الله كده مرة تروح تزوره، بس وعايز واحد يعني ايه، اولا جهازه التنفسي سليم وجهازه القلبي سليم وجهازه المفصلي سليم، لانه ارتفاعه جامد تتعب جدا في الطريق. وده يعرفك ازاي الرسول بالرغم ان تمهد شوية، يعني عملوها درجات، ايام النبي ما كانش ممهد، ده كان يطلعوا كده لوحده صلى الله عليه وسلم، يدلك على قوة النبي البدنية وعلو همته صلى الله عليه وسلم، لأنه محدش يعرف يطلعه بسهولة. إحنا طلعنا وإحنا شباب، الرسول طلع وهو قارب الأربعين، مش كده برضو؟ إحنا طلعنا يمكن وإحنا كان عندنا 20 سنة، وبقينا نستريح في الطريق كذا مرة، نستريح في الطريق ما نعرفش، ونشاور عقلنا كفاية كده ونرجع، لحسن ده مسافة بعيدة فصعب. لكن لما تطلع له بقى وربنا يهنيك كده وتطلع له، هتلاقيه عبارة عن يعني مثلث كده يكفي واحد في جسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يعني طويل الهيئة عريض المنكبين، فيكفي واحد على قد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو واقف النبي فيه خلاص ما يعرفش تاخد حد جنبه. احنا كنا نقف 2 نصلي فيه او 3، لأن احنا كده سفريت، ما زال الخلق في تناقص إلى أن تقوم الساعة. فإنما الرسول صلى الله عليه وسلم لما تتصور وهو داخل هذا الغار تجد أنه يملأه، فيبقى إيه ضاقت عليه إيه مجال الرؤية. كلما ضاق مجال الرؤية كلما اتسع مجال الباطن، يعني كلما ضاق مجال الرؤية حسا كلما اتسع الباطن. وعشان كده الرسول لما كان يجي يصلي كان يقترب إلى الجدار، وكان حتى لو صلى في الخلاء يروح حاطط عنزة يعني يغرس عصاية كده ويصلي إليه. ليه؟ عشان يحدد رؤيته إلى مكان ضيق، لأن كلما ضاق النظر حسا كلما اتسع الباطن في إيه، في أثناء التجلي مع الله سبحانه وتعالى. وعلشان كده حكاية مراعاة المسافة بين الصفوف مطلوبة، لأنها تعين على الخشوع. تجد بعض الناس في الجوامع يصلي ويعملوا صف ويجي يبعده، يجي 5 متر ويعملوا صف تاني، وثلاثة متر تاني يعملوا صف ثالث، وتحس الحكاية. وبعدين هذا الاتساع والبعد ده بيجعل الإنسان يعني مشوشر ومشوش. عشان كده حتى الصحابة السنة إيه لما تيجي تصلي حتى ولو منفرد، إنك إما تقترب من جدار المسجد جدار القبلة أو تقترب إلى عمود. ليه؟ عشان تحدد نظرك، مش تقعد تصلي كده وتقعد تبحلق إلى أفق، طب ما أنت هتسرح خالص. يبقى الغار كان ضيق الاتساع، فايه فضيق حسا يوسع الباطن،
ما يضيق حسا يتسع باطنا، يوم يتسع حاله باطنا. وبعدين في اتجاه القبلة، شوف الجمال بقى بتاعه كمان، انه في اتجاه القبلة الاصلية اللي هي اللي قال له بعدها بعدة سنوات طويلة فلنولينك قبلة ترضى، فكان يتعبد في اتجاه القبلة الاصلية اللي هي الكعبة. وبعدين في وسط الصخور فتحة تقدر تبص عليها لو نظرك قوي تشوف الكعبة من بعيد، بس الوقت ما بقتش تشوفها لان بنوا مباني كتيرة عالية حوالين الكعبة وقصور فحجبت الرؤية. احنا حضرناها سنة 76 قبل ما يبنوا القصور المحيطة دي، كنا نشوف الكعبة من الخرم ده اللي هو في الجدار، فكانت الكعبة أعلى بناء في مكة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لما يبقى قاعد يبقى شايف من خلال هذا الثقب يدوب بس الكعبة فقط ومش شايف الحاجات التانية لأن على قدرها. شفت الجمال بقى واختيار النبي جميل ازاي؟ مناسب، أولا مكان محدش يطلعه ولا حد يفكر يطلعه، يبقى اطمأن إن هيبقى منفرد صلى الله عليه وسلم. وبعدين في اتجاه القبلة، وبعدين ضيق حسا حتى يتسع معنا. فهمت بقى المعاني دي كلها؟ وعلشان كده قال لك هنا انه كان يجمع بين الخلوة والتحنس والنظر الى البيت، وجمع هذه الثلاث اولى من الاقتصار على بعضها دون بعض وغيره من الأماكن ليس فيه ذلك المعنى. فجمع له عليه الصلاة والسلام في المبادئ كل حسن بادي صلى الله عليه وسلم، وده من توفيق الله له، فالنبي موفق في كل لحظة وفي كل نفس صلى الله عليه وسلم، حتى أن صارت أفعاله وحركاته وتقريراته دين يتدين به من كمال توفيقه صلى الله عليه وسلم. حتى نطقه في الجد وفي الهزل، في الغضب وفي الرضا، دين. لأن جاء الصحابي سيدنا عبد الله بن عمرو كان يكتب ماسك مع ورقة وقلم، وكل ما رسول يقول أي حاجة في كل موقف يأيدها. فقريش قالت له إن رسول الله بشر يغضب كما يغضب البشر ويفرح كما يفرح البشر، فما تكتبش كل حاجة عشان تطلع حاجات مش مطلوب، مش من الدين يعني إنك تكتب بمقتضى بشريته يعني. فراح اشتكى للرسول بيقول له يعني قالوا لي كده يا رسول الله، قال اكتب فوالله لا يخرج من هذا إلا حقا. وجاءت الآيات بعد ذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يبقى من كمال توفيق النبي أنه موفق في كل نفس وفي كل لحظة وفي كل ملحظ وفي كل إشارة وفي كل أحواله صلى الله عليه وسلم، في الغضب والرضا في كل أحواله موفق صلى الله عليه وسلم. الوجه الخامس قولها وهو التعبد الليالي ذوات العدد، وهو التعبد تفسير منها للتحنث. ما هو؟ مش قالت يتحنث الليالي ذوات العدد، فقالت وهو التعبد، يعني كأنها بتعرف التحنث بالتعبد. والليالي ذوات العدد تريد به كثرة الليالي، لأن العدد على قسمين، عدد قلة وعدد كثرة، وبمجموع القلة والكثرة يكون فيه ليالي كثيرة، فلذلك كنت عنه بذوات العدد أي مجموع أقسام العدد، وهي جموع القلة والكثرة. والوجه السادس قولها قبل أن ينزع إلى أهله، تريد قبل أن يرجع إليهم، فما يزال عليه الصلاة والسلام في التعبد تلك الليالي المذكورة حتى يرجع إلى أهله. الوجه السابع فيه دليل على أن المستحب في التعبد أن يكون مستمرا. شوف عادة النبي من بدايته إلى منتهى أن كان عمل ديمة، ستنا عائشة كانت تقول كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، يعني لو عمل خير يواظب عليه إلى أن يموت ما يبطلوش، مش زي حالتنا كده ماشي كده يزود أيام ويبطل سنين ويرجع تاني يزود يوم ويبطل شهور، لا كان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم. وعشان كده قال أحب الأعمال عند الله إيه؟ أدومها وإن قل. فيبين لك هنا أن النبي من بدايته كان برضو عمله ديمة قبل أن ينزل عليه حتى التكليف صلى الله عليه وسلم. فيه دليل على أن المستحب في التعبد أن يكون مستمرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمر على عادته تلك ولم يقطعها إلا لما لا بد منه، وسيأتي الكلام عليه. ولأن التعبد إن لم يكن مستمرا فلا يقال لصاحبه متعبد، لأنه لا ينسب المرء إلا إلى الشيء الذي يكثر منه. أنت ما تقولش الواحد ده متعبد إلا لما يكون بيكثر من هذا الشيء،
مش كده برضه؟ ما تقدرش توصفه تقول عليه رياضي، الراجل ده رياضي، يعني معناه بيروح النادي كل يوم او ثلاث اربع مرات في الاسبوع ومواظب كده سنين طويل، تقول عليه ده راجل رياضي، مش كده برضه؟ او تقول عليه ده راجل طالب، الجدع ده طالب في الجامعه عشان بيروح الجامعه كل يوم، لكن مره كده قابلته في الجامعه وبعد 10 سنين قابلته كمان مره، تنفع تقول عليه طالب ده؟ ما ينفعش يبقى طالب، مش كده برضه؟ فالانسان يطلق عليه صفه الشيء اللي بيستمر عليه مده طويله ويواظب عليه فينسب اليه. وعشان كده ايه؟ فبيقول لك انه ايه دليل على الاستمرار، فلا يقال لصاحبه متعبد الا اذا كان مستمرا، لانه لا ينسب المرء الا الى الشيء الذي يكثر منه. الوجه الثامن قولها ثم يرجع الى خديجه ويتزود لمثلها، فيه دليل على ان التبتل الكل والانقطاع الدائم ليس من السنه، لأنه عليه الصلاة والسلام لم ينقطع في الغار وترك أهله بالكلية، وإنما كان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى العبادة تلك الأيام التي يتحنس فيها ثم يرجع إلى أهله لضروراتهم. يعني ما فيش حاجة اسمها إن الواحد يترك بيته وعياله وأهله كده شهور طويلة ما يسألش عنهم ويقول أنا أصلي هخرج 3 شهور في السنة زي الجماعة اللي يخرجوا 3 شهور في النساء. احنا لا نعترض على خروجهم، لكن نعترض ان ما بيقولوش لاهلهم احنا فين، ولا يتصلوا بيهم طول ال3 شهور. طب افرض حصل اي حاجه، حصل لك انت نفسك اي حاجه، اتصل بيهم، ابعت لهم مسج، حتى رنج حتى يا اخي. واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منه، تقوم انت ترنج هو يرنج، مش كده برضه؟ ما هو برضه الحكايه، ما هو ده بقى تجديد الخطاب الديني، مش بيقول لك نجدد الخطاب الديني بناء على المخترعات العصريه؟ يعني يعمل اي حاجه يعرف اهله هو فين. يعني في ناس يخرجوا بال3 شهور تيجي تقابل مثلا اهله، اخبار الراجل ايه؟ والله اصله خارج 3 شهور وبقاله شهر. طب ما اتصلش؟ لا، اصل هم عادتهم لما يخرجوا ما يتصلوش. الله، طب ما دي مش السنه. السنه انك انت تعرف اخبار اهلك واهلك يطمئنوا عليك، يعرفوا انت فين، حتى لو عرفوا انك انت مت يستريحوا ويعملوا العده. انما تقعد 3 شهور كده وبعدين ال3 شهور يجروا ما يعرفوش، ما تنفعش. حتى اولادك جرح واحد جرى له حاجه تعرف، واحد محتاج نصيحه تنصحه، ووسائل الاتصال دلوقتي بقت سهله، وهو الرسول كده صلى الله عليه وسلم كان يتحنس الليالي ويرجع تاني يشوف بيته واهله واحواله. وبعدين خد بالك وبيته عارف هو فين كمان، مش رايح بحته ما يعرفوهاش، عشان حتى لو حصل اي طارئ يجروا على غرح راي يجيبوه، تعال الحق شوف. يبقى شفت الاداب دي كلها الرسول صلى الله عليه وسلم بينها ازاي؟ ان لازم بيتك واهلك يكونوا عارفين مكانك، مفيش مانع انك تتعبد، اقعد زي ما انت عايز بس يبقوا عارفين انت فين. وبعدين برضو حتى لو ما جولكش لاي طارئ وطالت المده، انت تنزل تروح لهم تشوف اخبارهم ايه، تتحسس اخبارهم واحوالهم. كل ده النبي بيشرع قبل ان ينزل عليه التشريع. شفت كمال التوفيق بقى؟ شفت ان هو موفق ازاي قبل ان يوحى اليه وهو في كمال التوفيق صلى الله عليه واله وسلم. فبيقول لك هنا ليس من السنه الانقطاع الدائم والتبتل الكلي، لانه صلى الله عليه وسلم لم ينقطع في الغار وترك اهله بالكليه، وانما كان عليه السلام يخرج الى العباده تلك الايام التي يتحنث فيها ثم يرجع إلى أهله لضروراتهم ثم يخرج لتحنسه. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن التبتل في غير هذا الحديث، لما نزل على الشرع الشريف بعد كده الرسول نهى عن التبتل. والتبتل هو الانقطاع الدائم زي الرهبان كده، الرهبان يعيش طول عمره خلاص دخل الكنيسة خلع الدنيا ما يخرجش تاني، ما ينفع، كأنه مات، بيعتبروه أهله لو دخل الكنيسة وترهبن إنه مات خلاص، ويلبسوه الكفن اللي هو الزي اللي بيلبسه ده. فده نهى عنه الاسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا اقوم وانام واتزوج النساء ومن رغب عن سنتي، واصوم وافطر ومن رغب عن سنتي فليس مني. فقال لا رهبانية في الاسلام، وهذا النهي انما هو في من اتخذ ذلك سنة يستن به. واما من يتبتل لعدم القدرة على التأهل، اللي يتبتل يعني ينقطع للعبادة ولا يتزوج وما يبقاش لي اهل، ما يجراش حاجة، لأنه افرض معهوش أموال يتجوز هيعمل إيه بقى؟ يقطع نفسه يبقى يتعبد أحسن، أو ليست عنده قدرة بدنية يبقى برضه يتبتل أحسن. لكن لما يبقى واحد كامل الهيئة
وعنده القدرة المالية والبدنية، منهي بقى عنه ان هو يتبتل، لانه كده هيترك باب عبادات اخرى لن يتعبدها، منها القيام بحق الزوجة، منها اعفاف الزوجة، منها اعفاف نفسه، منها الذرية والنفقة على الذرية وتربيتهم وتوجيههم، كل دي عبادات هتفوته وهي كلها عبادات كبيرة. وعشان كده الزواج فيه ايه؟ تكميل للدين، لانه هو طول ما هو مش متزوج في اعمال كثيرة من الدين ما بيعرفش يعملها. فهمت ازاي؟ اولا هيصبر ازاي على مراته وهي قاعدة تغلس عليه طول النهار، برضه ما يتجوز واحدة يصبر عليها، تعلمه الصبر مش كده برضه، وهو برضه هيعلمها الصبر، ما هو برضه بيغلس يعني، الحكاية برضه يعني الحكاية بيكملوا بعض يعني، كما تدين تدان. فالحكاية يعني ايه؟ انت بتكمل دينها وهي يا اما تكمل دينك يا اما تطلع، الله اعلم. وربنا يكرم. واما من يتبتل لعدم القدرة على التأهل من قبل قلة ذات اليد، يعني ما عندوش أموال أو عدم الموافقة، إنه طبيعته ما بتملش للنساء مثلا، خلاص ما جراش حاجة، فلا يدخل تحت هذا النهي. الوجه التاسع، فيه دليل على أن العبادة لا تكون إلا بعد إعطاء الحقوق الواجبات. أي عبادة نافلة لا تقبل ولا تؤتي ثمرتها إلا وانت عامل الواجبات مش مؤثر فيها، تعمل واجباتك بعد كده أي نافلة تلاقيها مثمرة معاك وتنور قلبك، إنما تنشغل بالمندوبات وتترك الواجبات ما ينفعش. يبقى دي، لأن إحنا قايلين إن في حاجة اسمها أولويات، في حاجة اسمها واجب وفرض. تصور أنت واحد يقعد يصلي طول الليل ركعتين 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 ما يكلش لحد قبل أذان الفجر ما يدن ويروح نايم ويصحى على الظهر، يبقى ده عدل ده يعني؟ صلى 1000 ركعة وما صلاش ركعتين الفجر، يبقى ما ينفعش لأنه ضيع الفرض. والتاني نام بعد العشاء وصاحي صلى الفجر، أحسن منه، أحسن منه. شفت ازاي بقى؟ واحد يصوم طول السنة ويجي شهر رمضان يفطر، يعجبك الكلام ده؟ 11 شهر صيمهم ويجي شهر رمضان ما ينفعش. يبقى العبادة لا تحدث ولا تؤتي ثمرها المندوبة إلا بالقيام بالواجبات الأصلية. ما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضت عليه، مش كده برضو؟ فيه دليل على أن العبادة لا تكون إلا بعد إعطاء الحقوق والواجبات وتوفيتها، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ليرجع لأهلي إلا لإعطاء حقهم، فكذلك غيره من الحقوق يجب إعطاؤه وتوفيته، وحينئذ يرجع إلى المندوبات، مش كده برضو؟ الوجه العاشر، فيه دليل على أن الرجل إذا كان صالحا في نفسه تابعا للسنة يرجى له أن الله سبحانه وتعالى يؤنسه بالمراء الحميدة إذا كان في زمان مخالفة وبدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انعزل للعبادة وخلى بنفسه آنسه الله عز وجل بالمراء الجميلة، لما أن كان ذلك الزمان زمان كفر وشقاق، وسيأتي شفاء لهذا المعنى في الكلام على المرائي إن شاء الله. فالمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم يرجى له مثل ذلك أو قريبا منه، أعني في المرائي. يعني ما فيش مانع أن ربك برضو إيه مع اجتهادك في العبادة كده، ما تبقى في زمن فتنة يطمنك شوية ببعض الرؤى الجميلة اللي تراها في أثناء عبادتك، لكن ما تكونش عبادتك عشان تستنى الرؤية وبعدين إيه تقيدك الرؤى، لا، أنت تستمر زي القطر كده في العبادة، حتى لو شفت رؤية أنك من أهل جهنم استمر في العبادة برضه، لأن يمكن الشيطان جاء قال لك أنت من أهل جهنم عشان يؤيسك، وجالك في صورة نور بقى وبتاع، وأنت بتقول إيه ده؟ ده أنا بقيت من أهل جهنم، إحنا فاقدين فاقدين بقى، يروح مبطل. طب ما هو ده اللي عايزه. لا، ده هو لما يجي لك يقول لك أنت من أهل جهنم تستمر أكثر في العبادة، لعل الله يمن عليك أن يجعلك من أهل الجنة. ده يبقى حس ليك اكثر. فهمت بقى المساله؟ ولو جاء لك انت من اهل الجنه ما تبلطش على الخط، لان العبره بالخواتيم. يبقى الرؤيه ما هي الا حاجه بس ايه يعني بيسموها كده حاجه زي ما تقول للاطفال تؤنسهم. عشان كده كلما تقدم الانسان في العباده تلاقي قلت رؤيته. النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم في الرساله كان يرى الرؤى نادرا، مش كده برضه؟ نادر، في 23 سنة رؤى النبي كده معدودة،
يقول أتيت في المنام فرأيت كذا، أتيت يعني خمس ست سبع رؤى في 23 سنة و11 والست شهور الأولانية كانت الرؤى كتير. بعد كده ما وصل خلاص بقى مش محتاج، بقى بيتعامل مع الله في كل الحال في الظاهر والباطن، مش محتاج. انت عيل الصغير ابنك كنت موديه المدرسه في كي جي 1 كل يوم تجيب له حاجه حلوه ورايح المدرسه، عشان الحاجه الحلوه ولا عشان يحب المدرسه؟ عشان يحب المدرسه. بعد ما الواد يعرف حلاوه العلم ويكبر شويه ويعرف مصلحته، ساعتها حتى لو ما اديتوش مصروف يروح الكليه ماشي، ويتخانق معاك لو ما اديتلوش مصروف مواصلات الكليه، صح ولا لا؟ ليه؟ لانه عرف مصلحته بقى خلاص، مش محتاج انك انت تطبطب عليه. كبر كبر بقى. لكن على اي حال الرؤى حاجه جميله، لكن ما تكونش هي اللي بتحركك، اللي يحركك هو الله. فلا تركن حتى الرؤيه، حتى رؤيه لو جت اوعى تركن ليها. الوجه الحادي عشر فيه دليل على ان البدايه ليست كالنهايه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ في نبوته بالمراء فما زال عليه السلام يرتقي في الدرجات والفضل حتى جاءه الملك في اليقظة بالوحي، ثم ما زال يرتقي حتى كان كقاب قوسين أو أدنى وهي النهاية. فإذا كان هذا في الرسل فكيف به في الأتباع؟ لكن بين الرسل والأتباع فرق، وهو أن الأتباع يترقون في مقامات الولاية ما عدا مقام النبوة، فإنه لا سبيل لها إليهم، لا سبيل لهم إليها، لأن ذلك قد طوي بساطه حتى ينتهوا إلى مقام المعرفة والرضا، وهو أعلى مقامات الولاية، مقام المعرفة ومقام الرضا. يعني إيه المعرفة؟ أن ترى الله في كل شيء فلا تجهله في شيء. إذا وجدت الله وجدت كل شيء، هذه المعرفة. تجده في كل شيء سبحانه وتعالى له آية، فتلاقي نفسك بتتعامل مع الأشياء في الظاهر ومع الله في الحقيقة. ولأجل هذا يقول أهل الصوفة اللي هم الصوفية: من نال مقاما فدام عليه بأدبه ترقى إلى ما هو أعلى منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أولا في التحنث ودام عليه بأدبه إلى أن ترقى من مقام إلى مقام حتى وصل إلى مقام النبوة، ثم أخذ في الترقي في مقامات النبوة حتى وصل به المقام إلى قاب قوسين أو أدنى كما قد تقدم. فالوارثون له اللي هم بقى التابعين للنبي بحق، يسموه الوارث المحمدي، اللي هم الأولياء والصالحين، نسأل الله أن يجعلنا منهم وعلى طريقتهم. فالوارثون له بتلك النسبة من دام منهم على التأدب في المقام الذي أقيم فيه ترقى في المقامات حيث شاء الله، عدا مقام النبوة التي لا مشاركة للغير فيها بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي ختم الأنبياء خلاص، وانت عارف ان النبوة ليست مكتسبة، النبوة دي محض فضل من الله كده، يعني ما فيش مثلا اسلوب معين تعمله، عبادة معينة تعملها وتواظب عليها فتترقى تبقى نبي، ما فيش الحكاية دي. النبوة دي بتبقى من الله كده محض فضل، انما ممكن ربنا يرقيك في مقامات الولاية قبل اجتهاد، اجتهد تترقى مع الله، لكن النبوة دي محض فضل من الله. يشهد لذلك ما حكي عن بعض الفضلاء أنه من عليه باتباع السنة والأدب في السلوك بتأدبه في كل مقام بحسب ما يحتاج إليه من الأدب، فما زال يرتقي من مقام إلى أعلى منه حتى سري بسره من سماء إلى سماء إلى قاب قوسين أو أدنى. ثم نودي هنا سري بذات محمد السنية حيث سري بسرك. يعني ممكن بعض الأولياء ربنا يرقيهم ويعمل لهم إسراء ومعراج بس بروحانيتهم لا بأجسادهم. فهمت إزاي؟ كوراثة لترقي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم على قدمه صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني عشر فيه دليل على أن التربية للمريد أفضل من غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول نبوته كانت في المنام فما زال يرتقي حتى كملت حالته، وهو عليه السلام أفضل البشر، فلو كان غير التربية أفضل لكان أولى بها من غيره. يعني لازم التربية، يعني إيه؟ يعني التدرج. التربية إنك تتدرج مع نفسك حبة بحبة، تاخد بإيديها حتى تنقيها مما فيها من علائق ومما فيها من شهوات ومما فيها من عوائق،
حتى تخرج من نفسك إلى ربك. ما هو سيدنا أبو اليزيد البسطامي شاف ربه في الرؤية في المنام، فبيقول له كيف آتيك يا ربي؟ قال اترك نفسك تأتي إليك. هي خطوة واحدة، سيب نفسك تلاقي نفسك مع ربك. إنما طول ما أنت قاعد مشغول في شهواتك ومشغول في رغباتك ومشغول في مفاصلك ومشغول في تعبك ومشغول في بطنك ومشغول في أموالك ومشغول في منصبك، مشغول بنفسك، إمتى هتروح لربك؟ إنما أول ما تخرج من هذا كله وتنسى ده كله تلاقي نفسك إيه؟ أنت وربك، أقرب إليك منك وهو أقرب إليك من حبل الوريد. فهي دي المسألة. وعشان كده سيدنا إبراهيم الدسوقي يقول إيه؟ وخذني إليك مني، خذني إليك مني يعني من نفسي، وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي. هو نفس المعنى. الوجه الثالث عشر فيه دليل على أن الأولى بأهل البداية الخلوة والاعتزال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره يخلو بنفسه، فلما انتهى عليه السلام حيث قدر له لم يفعل ذلك، وبقي يتحنث بين أهله، وصار حاله إلى أنه إذا سجد غمز أله فتضم رجلها حيث يسجد. وفي البداية لم يقنعه عليه السلام أن ينعزل عنهم في البيت حتى خرج إلى الغار على ما تقدم. يعني الإنسان في بدايته بيبقى تعلقه بالدنيا شديد، فيحتاج أنه يخلع نفسه منها. بعد ما يخلع نفسه منها ويتمرن على ذلك يسهل أنه هو يتعامل مع الدنيا دون أن ينغمس فيها بعد ذلك، لأنه أولا خرج من الدنيا أولا. يعني الأول كان بيعبد بنفسه، فلما خرج من نفسه صار يعبد بالله، فلما صار يعبد بالله لا بنفسه، يبقى ساعتها في عزلة وهو في وسط الخلق، وظهر في خلوة وهو مع الناس. وشفت انت النبي بعد ذلك كان يصلي في بيته وستنا عائشة نايمة قدامه كالجنازة، كانت تقول كده قدامه أمامه كالجنازة، يعني حتى تبقى مراته نايمة قدامه وهو بيصلي مش مشغول بأي شيء، لحد ما يجي يسجد يغمزها في رجلها تضمها يسجد ويقوم تاني. رمز الدنيا، يعني السيدة عائشة هنا رمز الدنيا، فلم ينشغل بالدنيا قط صلى الله عليه وآله وسلم. وأول ما يجي يلاقي الدنيا هتشغله عن السجود يغمزها يبعدها، يروح ساجد ويقوم يستمر مع ربه. لكن قبل كده عمل إيه؟ ترك أهله وقعد في حتة بعيدة لحد ما إيه؟ ما ترقى الرقي التام، صار بعد ذلك يتعامل بالله مع الدنيا لا بنفسه. ويبقى العزلة الأول للمريض، يعني المريض إحنا حتى المريض نعمله إيه؟ اللي بنعزله ونقعده في أوضة، وما يبقى عنده مرض معدي لوحده ما نقعدوش في وسط المرض لحد ما يخف خالص، بعد كده تقعده في وسط المرض العاديين لأنه مش هيعديهم بحاجة بقى، وبعد كده تخرجه يمشي في وسط خلق الله لأنه بقى كامل الصحة بقى، مش خايف عليه ولا عليهم. كذلك في الباطن، المعاني الباطنية كده. يبقى أنت لما بتعتزل في الأول بتعتزل لأن مش الناس وحشة، ده أنت اللي وحش. احنا لما بنعزل بنعزل المريض ولا الصحيح؟ ها قول لي، بنعزل الصحيح ولا المريض؟ يبقى العزلة للمريض. لحسن تفتكر انك انت قاعد في العزلة علشان انت اللي حلو وخايف من ايه؟ لا ابدا، ده انت قاعد في العزلة عشان تكفي الناس شرك، وإلا يبقى دخلت العزلة وانت متكبر، يبقى مش هتستفيد من باب. اذا دخلت العزلة وانت فاهم انك انت داخل العزلة علشان ربنا يكفيك شر الناس، يبقى انت يعني فوق الناس فداخلها كبير، ثم تستفدش. لكن لما تدخل العزلة على انك انت المريض والناس اصحاء، وانك انت بتقول يا رب اشفيني وخلصني بحيث ان انا لما لا تجعلنا فتنة للذين كفر، ما انت خايف تبقى فتنة للذين كفر، يعني خايف تبقى مرض ليهم تزودهم مرضهم، مش كده برضو؟ فانت داخل في العزلة لانك انت مريض، انت اللي محتاج تنعزل عن الناس لان انت اللي مريض وانت اللي ضعيف وانت وانت وانت. اول ما ربنا يقويك ساعتها تمشي في وسط الناس، لا تندر من الناس والناس تنتفع بك، انت ما تندرش بالناس والناس تنتفع بك. فهمت بقى المسألة؟ ودي كلها خدناها من حديث الغار، ان الرسول كان في الاول يعتزل الناس، لكن بعد الرسالة ما اعتزلش خالص صلى الله عليه وسلم، خالص فضل في وسط الناس كده صلى الله عليه وسلم. أيوة. بالنسبة لبعض الأنبياء
ايوه، لان ليهم مقام تاني، بس مش مقام نبوه، لكنه ليه مقام فضل، ليهم مقام فضل. يعني لما يلاقوا كده ربنا سبحانه وتعالى كرمهم كرم كبير، فالانبياء يقولوا عملوا دول يا رب، دول سمعنا دول فوق بقيه العباد، يعني ادي معنى يغبطهم، يعني يستفهموا عن مقام، لكن مش معناه انهم اعلى من الانبياء. فهمت ازاي؟ بس زي ما تقول كده، انت تبقى واقف كده شايف واحد كده عليه نعمه كبيره قوي، وانت منعم عليك اكتر منه، فتقول ايه ده، عمل ايه ده علشان يكسب المكاسب دي؟ يعني مجرد بتسال بس مش بتعترض. فهمت؟ لكن ما حدش هيعلو على مقام الانبياء، لان اعلى ما يصل اليه الولي هي بدايه النبي. يعني النبي بدايته ولي، وبعدين يمن الله عليه بالنبوه خلاص بقى يبقى حاجه تانيه، وبعدين يمن عليه بالرساله يبقى حاجه ثالثه، فما بالك بقى لو كان كمان رسول اولي عزم يبقى حاجه رابعه، وبعدين يبقى امام المرسلين وسيد المتقين، يبقى لا يعلم قدره الا ربه صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع عشر فيه دليل على أن الخلوة عون للإنسان على تعبده وصلاح دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل عن الناس وخلى بنفسه أتاه هذا الخير العظيم، وكل أحد إذا امتثل ذلك أتاه الخير بحسب ما قسم الله له من مقامات الولاية. والله تعالى أعلى وأعلم. ونكمل بقية الأوجه غدا إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن سائر المسلمين يا رب العالمين، وارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمائنا ومواتنا والمسلمين يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على مرضاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد